ممكن يقول لك انه الناس دي بتشتغل نفس الشغل ده، بتعمله بالفطره، بيطلع ما بيلاقيش وظيفه بيشتغلها. في اغلب الناس دي، وانا انتوا هتصححوا لي المعلومه، انه نسبه التعليم فيهم ضعيفه جدا. بيبتدوا يجيبوا شويه حاجات يبيعوها، بيبتدوا يجيبوا او يتعلموا حرفه معينه او حرفه ما. شايف في الناس دي لما انت دخلت عليهم طورت لهم الفكره ازاي؟ وصلتهم ان هم يبقوا افضل ازاي؟ عايزك محمد تشرح اكتر للمشاهدين انتوا دوركم ايه الاساسي. احنا ما خليناهمش مجرد ان هم بيشتغلوا بحاجه او بيشتغلوا عند حد، احنا وصلنا لمرحله ان هم بقوا اونر، هم اللي مالكين للمشروع نفسه، هم اللي بيعملوا الحاجه دي عشانهم هم. الربح كله ليهم هم. حتى انا ما بيبقاش ليا حاجه غير ان انا اضفت لمجتمعي بس. هي دي الفكره، هو كون ان هو يملك حاجه هيحافظ عليها وهياكد على استمراريتها وهيفيد غيره. يعني هو هيكمل المعروف ليوصل لابعد حد. يعني هو لما يعلى بالمستوى هيبقى حط كمان جواه انه زي ما انا ساعدتك انت لازم تساعد غيرك حد. وتتطور الفكره نفسها بالظبط. فكره ان انا اكون متطوع، يعني فكره ما بتحصش على اعجاب ناس كتير خاصه من الشباب، يقول لك انا هستفاد ايه؟ تردي على الشباب ده تقولي له ايه؟ تفكيرهم سلبي. واجهنا ده كتير قوي في ناس كنا بنحاول نفهمهم فكرة ان اكتس عشان خاطر يبقوا معانا ويغيروا من حياتهم زي ما احنا حياتنا اتغيرت. كان تفكيرهم سلبي، لا احنا هنستفاد ايه؟ احب اقول لكم ان انتوا هتستفادوا كتير قوي، هيتغير من حياتكم 180 درجة. بدل ما كنتوا بتشوفوا حاجة ماشيين في الشارع عادي بتبصوا على اي حاجة، لا انتوا هتبقوا ماشيين في الشارع بتفكروا في حل لكل حاجة وحشة موجودة في الشارع. بتفكروا في حل لكل حاجة وحشة، دي غيرت وجهة نظركم للاشياء اللي انتوا بتشوفوها، سواء وانت ماشي في مرور، في القمامة، في الناس كتير اللي قاعدة ما بتشتغلش. حتى ادت لنا جرأة ان احنا هننزل نساعد شخص واقف. بتقابلوا صعوبات وانتوا ماشيين في اهدافكم دي؟ كتير. يعني اكبر صعوبة سلبية الناس اللي حوالينا في الجامعة، يعني هم طبعا واجهنا تريقة واستفزاز، بس احنا قدرنا كتيم كامل O6U تيم قدرنا نواجه ده وخرجنا للصعوبات الاكبر في المجتمع نفسه وعدم تقبل الشخص اللي انا رايح له يقول لي انا اشتغل ليه. ده قدرت اواجهه بعد كده وحقق له اغير فكره دي، ودي كانت اهم نقطه عندنا. يعني انت كان عندك تحدي من جزئين، جزء الاقناع انك انت تقنع اللي قدامك، والجزء الثاني انك انت تحقق هدف اللي انت رايح من خلاله. مظبوط. التمويل، ودي الحاجه اللي بتقابل صعوبه شويه. مين اللي بيمولكم المشروع بتاعكم؟ بتتحركوا ازاي ولا الموضوع كلها جهود ذاتيه؟ بص، هي كلها بتعتمد على الجهود الذاتيه. احنا ما حدش بيدينا فلوس ويقول لنا اعملوا ساعدوا الناس دي او ساعدوا الناس دي، بس احنا عندنا طريقتين بنجيب بيهم فلوس. يا اما بنعمل حدث مثلا بنقدم فيه خدمات، احنا متطوعين بنعمل خدمات ديت للناس مقابل ان هم بيدونا فلوس. يا اما زي ما قال داود في الاول ان احنا حلقه الوصل بين رجال الاعمال ومحدودي الدخل او معدومي الدخل. فبنحاول ان احنا ننمي مسؤوليتهم بتنميه المجتمع، نحاول نحسسهم بيها، نفكرهم بيها كل شويه. طيب محمد، يعني توجه رساله من خلال برنامج ايامنا تقول ايه لشباب كتير ما عندوش ثقافه التطوع، ان هو يتطوع في عمل، ان هو يشوف ان هو ممكن يكون شيء ايجابي في مجتمعه ومع شبابه؟ يعني خليك ايجابي، يعني ما تستمرش على الفكر السلبي مضيعنا دلوقتي كمجتمع. يعني هو يخليه ايجابي، يبطل النظره المتشائمه اللي بتواجهنا كتير دلوقتي. بس يعني هي دي الفكره، هي دي اللي اقدر اوجهها. الاء، نفس الرساله عايزك توجهيها بس لبنات جيلك. يعني انت احيانا المراه المصريه او البنت المصريه بتحس بخجل شويه لما بتخش في مجال الناس بتتقبلها يمكن بشكل غير ما بتتقبل الشاب، انت بتشوفي ده ازاي وعايزه تقولي ايه للبنات اللي زيك؟ عامه الرساله اللي احب اوجهها اقول لهم انه انتوا نص المجتمع، يعني انتوا اللي مطلعين المجتمع ده كله، انتوا اللي بتخلفوا، انتوا اللي بتربوا، انتوا اللي بتعلموا، انتوا اللي بتعملوا كل حاجه. فما تتجليش، ساعدي الناس على قد ما تقدري، دي حاجه كويسه ليكي. لو انت ماشيه في الشارع ولقيتي حد تقدري تساعديه ساعديه، مش هيأثر حاجه، بالعكس هتزيد ثقتك في نفسك، هتبقي مبسوطه جدا. هيبقى عندك حاجه جواكي حساكي بالفرحه، حتى لو بعد كده متضايقه هتحسي ان انت مبسوطه ان انت ساعدتي شخص تاني.
عايزك تحكي لي مشكلة قابلتك انت شخصيا وتصرفتي معاها او تعاملتي معاها ازاي. كنا بنواجه مشاكل ان احنا ننزل نتعامل مع ناس في مشروعنا السنة اللي فاتت، لان هما كانوا من اماكن معينة، احنا ما كنا عمرنا ما نزلنا معاهم، عمرنا ما تعاملنا معاهم. فكانت بداية تعاملنا معاهم ان هما احنا مش عارفين نتعامل ازاي خالص. كان في اختلاف ثقافات. فابتدينا احنا نحاول ان احنا هننزل بثقافتنا وكده ان احنا نتعامل معاهم، وفي نفس الوقت هنطلع ثقافتهم معانا تاني. كنا بنتعامل معاهم، كنا بنعلمهم كلام واحنا قاعدين، ابتدوا يحكوا لنا على مشاكلهم واحنا نحكي لهم على مشاكلنا، كان بقى في بينا اتصال. فدي كانت حاجه كويسه قوي. جميل. يعني حقيقه في منتهى السعاده لما بكون موجود مع ناس شايفه الحياه بشكل ايجابي، مش حاجه هتوقفكم، شباب طامح، شباب حاطط مصر قدامه. انا اعتقد انه ده مش كله كلام في الاعلام بيتقال، لكن في حقيقه وفي نماذج موجوده معانا، واحنا الحقيقه بنجتهد كفريق اعداد وكفريق عمل ان احنا يكون معانا الشباب دول، هم نجوم حلقاتنا حلقات ايامنا. اشكركم شكرا جزيلا وبتمنى لكم التوفيق. عايز تقول حاجه محمد قبل ما اختم؟ بس احب اشكر ان هم يعني بذلوا اغلب الجهد، انا مجرد ترس صغير في المكنه الكبيره اللي اشتغلت. ودي حاجه انا فخور بيها شخصيا كمحمد داود. اهلا بيكم محمد، وبشكركم مره ثانيه ان كنتوا معايا في برنامج ايامنا. يعني بالتاكيد في جرعات من التفاؤل، في جرعات من الامل، في شباب بيشتغل مش همه اي احداث ممكن تاثر عليه بشكل سلبي. بعد الفاصل هنلتقي ومحمد العشري واحد مخترعينا الشباب اللي بيقدم احد الاختراعات اللي ممكن تفيد مصر في المرحله اللي جايه. بعد الفاصل نلتقي.